بركة الله. وبعد أن تطرقنا إلى التربية وأيضا كما قال الآباء من أهم ما يعين على التربية حفظ القرآن. نعم، حفظ القرآن فعلا يعين على التربية، لذلك حتى العلماء سابقا تربية كان يحفظ القرآن في السنين الأولى من أعمارهم، سبع سنوات ثمان سنوات مخلص القرآن. لذلك من خلال الدراسات والإحصائيات وجدوا أن أعلى درجات في اختبار القدرات هي من تحفيظ القرآن، مدارس تحفيظ القرآن. نعم نعم صحيح. يعني لا يعني بغيته يعني حتى هذه حقيقة وبالأرقام. أبو صالح قصتنا اليوم، تفضل طال عمرك. والفالج والفالج زين. الله يجزاكم خير.